طيب عندنا في يونت 1 lessons 4 and 5 اوكي بيتكلم على البرزنتيشنز. طيب عندنا vocabulary زي land land crops crops wheat wheat life life guavas guavas govern rate lemons part fisherman new trends domyati okay هنا عندنا important expressions and prepositions like rich and عيني على المعنى بالعربي والإنجليش عشان لما نيجي نقرأ دلوقتي الباسج نبقى فاهمين على أقل جزء كبير منها okay rich and good for famous for catch fish طيب هنا مدينا شوية جمل أو كلمات وعايزيننا يدينا جملة وإحنا قلنا الجزئيات دي بتيجي عندنا في الباراجراف يبقى كتب لك كذا كلمة من دول بيقولك اكتبي الباراجراف مثلا ما يقلش عن 40 words أوكي زي famous with cheese فين قالك دومياتا is famous for دومياتي cheese يعني دوميات مشهورة بالجبنة الدومياتي أوكي طب عندي goats وعندي cows الجوتس الماعز والكاوز البقر ها goats cows and the sheep live in دومياتا البقر والماعز والخراف عايشين فين بيعيشوا فين في دمياط land ونوترينتس الارض والعناصر الغذائيه اوكي للنوترينتس طيب قال لي هنا ايه قال the land in دمياط govern rate is rich in nutrients يعني هنا بيقول الارض في محافظه دمياط بتكون غنيه بالعناصر الغذائيه يعني الارض كويسه خصبه اوكي طيب farmers وجوافز الفارمرز المزارعين والجوافز اللي الجوافة يعني قال لك the farmers grow tomatoes wheat lemons and جوافز okay people live in people يعني البشر ولive in يعيش فيه فقال لك about 1.1 million people live in دمياط يعني حوالي 1.5 مليون شخص بيعيش فين في دمياط يعني في الكتاب طيب هنا عندنا pop quiz طب كويس نبدأ من أول واحدة أسيل يلا أسيل تفضلي اقرأي أنا كنت مبهدل catch fish and in the sea يعني إيه catch fish in the sea catch يعني إيه يصطاد والفش السمك يصطاد السمك في السي مين بقى اللي بيصطاد السمك من السي ها هو اسمه بصي على الإجابات عندك عشان تلاقيه يعني ايه vets يعني طبيب بيطري fisherman الصياد doctors الطبيب farmers يعني الفلاح يبقى مين اللي بيصطاد سمك في البحر number 2 يلا يا اسماء يا سما اقراي we need to go to We need dash to grow احنا بنحتاج ايه عشان نزرع to make bread عشان نعمل الخبز بنحتاج ايه wheat يعني القمح مش water wheat قمح حرف يلا يا اروى تفضلي دمياط عبارة عن ايه مصرية؟ بلد مصرية؟ طيب نبص على الكلمات عندنا garden حديقة palace يعني قصر و park يعني حديقة برضو و governorate يعني محافظة ايه؟ governorate اوكي يلا يا حور
My favorite fruits are nut and grapes. The weather. Okay, أحسنت يا حوش. طيب يلا بقى نقرأ. يلا نقرأ. هنا بيقول إيه؟ The land in Damietta Governorate is rich in nutrients. الأرض في محافظة دمياط بتكون غنية بالعناصر الغذائية. لما تكون الأرض بتتصف بالصفة دي بتبقى الأرض إيه خصبة جدا. أوكي؟ طيب the farmers can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes and jawafas. المزارعين هناك يقدروا ان هم يزرعوا الارز والطماطم والبطاطس والقمح والليمون والعنب والجوافه. اوكي طيب بعد كده قال دلوقتي بقى بنتكلم على الفيشرمان. قلنا الفيشرمان اللي هم مين؟ الصيادين. فقال فيشرمان كاتش يعني كاتش يصطاد thousands of fish in the sea. بيصطاد آلاف الأسماك منين؟ من البحر. Cows, goats and sheep live in Damietta Governorate. الأبقار والماعز والخراف بتعيش في محافظة دمياط. Two كمان يعني. Damietta cheese is very famous. الجبنة الدمياطي دي مشهورة جدا. طيب بعد كده قال About 1.5 million people live in this part of Egypt. حوالي 1.5 مليون شخص بيعيش فين؟ في دمياط Governorate. Okay. Live a life is good in دمياط. الحياة جميلة فين؟ في دمياط. طيب يا عندنا هنا البوب كويز يا حور يا كارلا. كارلا question number two. What do the farmers grow in دمياط? What do the farmers grow in دمياط? هم المزارعين بيزرعوا ايه في دمياط؟ ارجعي فوق عشان تجيبي الاجابه من السطر. ها قالوا بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا ايه؟ احسنت. يبقى الاجابه عندي هنا هنقول the farmers. بص الاجابه مكتوبه اهي the farmers can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes and jawafas. اوكي هنعلم عليها ونكتبها في البيت عشان ما نضيعش وقت. طيب السؤال الثاني يا جنات. السؤال الثاني بيقول ايه؟ How many people live in Damietta Governorate؟ كم عدد البشر اللي موجوده في دمياط؟ ها how many يعني كم عدد؟ هتعرفي ان ال هنبصي على اخر باراجراف مكتوب كده. مليون. فين 10 مليون دي؟ قال about 1.5 million people يعني عبارة عن مليون ونص شخص عايش هناك. يبقى الإجابة هي آخر باراجراف في السطر الأولاني كامل. What Egypt. طيب أوكي هنا الليسنين عندنا اسمعوا كويس قوي. Close your eyes أحسن عشان تبقى مركزة. طيب الليسنين بيقول إيه؟ Damietta is one of the governorates of Egypt. دمياط هي واحدة من محافظات مصر. The land in Damietta governorate is rich in nutrients. الأرض اللي موجودة في دمياط بتكون عبارة عن إيه؟ أراضي مليئة يعني خصبة أو أراضي مليئة غنية بالعناصر الغذائية. Farmers grow wheat, lemons, grapes, potatoes and tomatoes. المزارعين بيزرعوا هناك القمح والليمون والعنب والبطاطس والطماطم. In Damietta في دمياط farmers raise cows, goats and sheep too. في دمياط المزارعين او الفلاحين بيربوا الابقار والماعز والخراف كمان. طيب question number one. question number one. اسيل الدور عليك. نعم. Damietta is one of the governorates of. Damietta يعني دمياط. هي واحدة من محافظات مين؟ تشاينا الصين، ايجيبت مصر، ايطاليا ولا فرانس؟ دمياط في اي دولة؟ يا شيخة يعني احنا في مصر ما فيهاش محافظة اسمها دمياط؟ لا مصر. يا آسر. The dash in Damietta Governorate is rich in nutrients. The land. أحسنت. الأرض في محافظة دمياط بتبقى غنية بالمعادن أو العناصر الغذائية.
سما. Farmers in Damietta. المزارعين في دمياط. Grow. بيزرعوا ايه؟ With lemons. With potatoes. احنا قلنا مانجو. احنا قلنا مانجوز. مش قلنا ايه؟ اروى. هور. ويت. طيب اكيد ما بيزرعوش التين ولا بيزرعوا اللبن ولا ما قلناش مانجو. ما انا عارفه ما قلناش لبن. ما قلناش مانجا. احنا قلنا ويت. طيب يا كارلا. In Damietta. في دمياط. Raise cows and the goats. مين اللي بيربي الكاوز والجوتس؟ Farmers. Farmers. احسنتي. اوكي طيب هنا عشان نكمل الباسج بتاعتنا ماشي. عندنا nutrients اللي هي عناصر غذائية. وعندنا catch يصطاد. ولف يعيش. وجوتس ماعز. وجرو يعني ايه؟ يزرع او ينمو يكبر وهكذا. طيب هنا بقول ايه؟ I'm حاتم. انا حاتم. I live in Damietta Governorate. انا عايش في محافظة دمياط. The land in Damietta Governorate is rich in جنة. The farmers can grow rice. قصدي اول واحدة nutrients. حلي. The land in Damietta Governorate is rich in غنية ايه بايه الارض؟ غنية بايه؟ اوكي next. The farmers can dash rice, tomatoes, wheat and grapes. المزارعين بيستطيعوا ده معرفش يعملوا ايه يعني؟ الارز والطماطم والقمح والجريبس. يا حور. ها؟ يا شيخة بيقدروا يصطادوا الرز والبطاطس؟ grow. طيب fishermen الصيادين. thousands of fish in the sea. يا سما. catch. احسنت. catch. Okay. Catch a thousand of fish. Okay. طيب هنا cows dash and the sheep live in Damietta Governorate. هاي ياسر. Goats. Goats. احسنت يا ياسر. احسنت. Okay. طب هنا عندنا الاختيار من متعدد. Okay. هنا السؤال الأول. Choose the correct answer from A, B, C or D. Okay. Fruits and health are healthy. الفواكه صحية. They are rich in. هي بتكون غنية بإيه؟ بإيه أسيل؟ بالنيوترينتس. Okay. حسنتي أسيل. يا أروى. السؤال الثاني. And the sheep are animals we find on the farm. والخراف بتكون عبارة عن حيوانات بنشوفها في المزرعة. ايه وايه؟ اكيد عايزين حيوان تاني. اللي هي الجوتس. اكيد حيوانات من المزرعة يعني. اوكي. حور. دمياط is dash for دمياط تشيز. عايز اقول ان دمياط مش تقول ايه؟ حسنتي. اوكي. كارلا. About 1.5 million Egyptians live in دمياط. انا اول مره في دمياط دي دوله بصراحه. ها governorate محافظه. هي محافظه في دوله. طيب يلا read the text and answer the questions. okay. I live in منيا. انا عايش في المنيا. عارفين محافظه المنيا؟ لا. او محافظه المنيا في الصعيد. بس ما اعرفش ليه. ها عندنا سايب بيبدا من بني سويف وبعد كده منيا تقريبا. مش فاكره يعني الترتيب بس هو اول خط سايب بني سويف وفيها المنيا واسيوط واسوهاج وكده يعني. اوكي. طيب I live in منيا. انا عايش في المنيا.
منيا is a governorate in Upper Egypt. المنيا دي عبارة عن محافظة في صعيد مصر. Farmers can grow cotton, corn, wheat, dates and sugar cane in Minya. يعني ايه؟ يعني الفلاحين بيستطيع انهم يزرعوا القطن والذرة والقمح والبلح والقصب في المنيا. ازاي بيصنعوا القمح؟ انا قلت بيزرعوا، بيصنعوا، قلت يزرعوا. ماشي، ازاي؟ طب ال ال القطن فين القماش ده؟ ده قطن. قطن برضه ازاي يزرعوا القطن؟ القطن يا اسيل بيبقى عبارة عن زهرة بتفتحيها وتاخدي منها القطن. هبقى اوريكي فيديو ليها. ماشي؟ طيب بعد كده قال لك ايه؟ اتس انكي فين انا واقفه؟ اتس فيموس فور بلاك هاني. والمنيا مشهوره بالعسل الاسود. اتس ميد فروم شوجر كان. العسل الاسود ده اصلا بيكون مصنوع من القصب. اوكي؟ بيغلوا القصب بعد العصير القصب لغايه لما يبقى عسل اسود، اوكي؟ طيب there are many interesting places in Minya that many tourists like to visit it. في اماكن كتيره قوي مثيره للاهتمام في المنيا، لذلك تلاقي التورستس السياح بيحبوا ان هو يروح يزوروا المنيا. About 6 million people live in Minya. حوالي 6 مليون شخص عايشين في المنيا، اوكي؟ طيب ايه؟ 100 100 ايه؟ 6 مليون. بقول 6 مليون في المنيا. طيب السؤال الاول يا جنات، the text is about dash governorate. هي العبارة او القصة اللي احنا قرأناها دي عبارة عن بتكلم عن محافظة ايه؟ المنيا. المنيا. اوكي. question number 2 يا آسر. Black honey is made from العسل الاسود. بيتصنع منين او بيجي منين؟ من الشوجر كين، من قصب السكر. طيب سؤال لأسيل. أسيل ارجع للباسج عشان تشوفي بعينك. How many people live in Minya؟ كم عدد الأشخاص اللي بيعيشوا في المنيا؟ 6 مليون. أحسنتي. فين بقى في الجملة؟ فين؟ آخر حاجة أهي. About 6 million people live in Minya. بس احنا نكتب يعني نكتبها كلها؟ ربطها. السؤال بيقول summarize the text in one sentence. يعني اختصري التكست القطعة دي كلها في جملة واحدة بس. والله ممكن اقول ايه؟ منيا is a governorate in Upper Egypt. المنيا عبارة عن محافظة في مصر، صح؟ ده سؤال، دي اجابة. يبقى الاجابة الاولى ممكن اقول ايه اسيل؟ الخص واقول ان منيا is a governorate in Upper Egypt. ماشي؟ دي اجابة السؤال الرابع. ده التلخيص الاولاني. ده التلخيص الاولاني. وممكن التلخيص التاني اقول ايه تاني يا كارلا؟ اقول مثلا المنيا it's famous for black honey، ان هي برضو مشهوره بالعسل الايه يا اسيل؟ الاسود. جدوى العسل الاسود بيتعمل من القص، من السكر، من القصب، اوكي؟ وممكن اوصف المنيا بحاجه تانية واقول مثلا about 6 million people live in Minya. يا مسمع احنا ما فيهاش مشكله، مفيهاش مشكلة، اوكي؟ لو عايزة ألخص أعمل سيميرايز. طيب يبقى أنا التلخيص بتاعي للقطعة دي أول حاجة هقول مثلا منيا is a governorate in Upper Egypt. منيا دي عبارة عن محافظة Upper Egypt يعني صعيد مصر، تمام؟ دي حاجة أولى. الحاجة التانية ممكن برضو ألخص القطعة وأقول إن it's famous for black honey، إن هي مشهورة بالإيه؟ بالعسل الأسود. أو ممكن برضو أقول about 6 million people live in Minya، حوالي 6 مليون شخص عايشين في المنيا، أوكي؟ كتبت أطول واحدة. اختاروا أي حاجة، أي حاجة، أوكي؟ طيب يلا بقى. ده هنا بقى بيسألني عن but وعلى and. أفكرك وأقول لك. قلنا but وand علامات الربط. قلنا خلي بالك but لما بتيجي في الجملة لازم يجي قبليها كما، ولازم تبقى الجملة الأولى عكس الجملة الثانية. يبقى تاني قلنا لما يكون عندنا but لازم يجي قبليها على طول ايه يا حور؟ لازم كما يجي قبليها، ولازم الجملتين تبقى ايه؟ متناقضتين، متناقضتين، اوكي؟ طيب اما ايه and؟ قالك and تعرفي تربطي ما بين كلمتين، زي مثلا اقول لك ايه I like chocolate and
كريم كلمة، شوكليت كلمة، وايس كريم كلمة. طب انا كده ربطت ما بين كلمتين، وقالك برضو ان انت تستخدميها عشان تربطي ما بين صفتين. فانا مثلا ممكن اقول ايه، اسيل is tall and pretty، اسيل طويلة وجميلة. يبقى انا ربطت في اند ما بين صفتين. اوكي طيب بعد كده عايز اربط ما بين جملتين. انا اقولك مثلا ايه، I like English and I like French، ادي جملة وجملة. يبقى انا دايركت افهمي but والباقي يبقى and. افهمي ان but يجي قبلها كومة، ولازم الجملة الاولى لازم تكون عكس الجملة التانية. اما and تربط ما بين كلمتين، تربط ما بين صفتين، تربط ما بين جملتين، it's okay and او but بس. طيب لا هو ما هي دي من ادوات الربط، بس انت خدتي اند وبات بس، فانت يا اما تختاري اند يا اما تختاري بات. هو عايز يوقعك، بس انت درستي اند وبات فقط كادوات ربط. مين اللي هيسال؟ انا هسال واقول يا جنات ابدئي. طيب بيقول ايه، farmers can grow rice tomatoes and damietta. طب انا هبص كده، المزارعين يستطيعوا زرع الارز والطماطم. ادي كلمه وادي كلمه، يبقى اربط ما بين مين؟ انت قولي كلمتين. احسنتي، برافو عليك. انت بجد؟ طيب السؤال الثاني، اسيل السؤال الثاني، هي وانتس تو فيزيت هيز جراند بيرنتس. اسيل اول ما بصت على الكومه قالت بات على طول، بس خليني اسيل نبص على حاجه. بصي، he wants to visit his grandparents. هو عايز يزور أجداده. الناحية التانية he is busy. هو عايز يزور، بس الناحية التانية هو إيه؟ هو مشغول. فالجملتين عكس بعض. إزاي عايز يزور والناحية التانية عايز مشغول؟ وعندي كومة في الجملة، يبقى دي اسمها إيه؟ but. أوكي؟ مثلا حل البين. طيب يا أروى. نوري. أروى. علي is honest. He doesn't lie. علي صادق. لا يحب الكذب. هونست يعني ها ليه بط؟ فين ال فين ال فين العكس اللي بعد؟ صادق ما بيحبش الكذب. لو قلت صادق وبيحب الكذب يبقى جملتين متناقضتين، صح؟ عندك كومه يا اروى؟ لا. طيب احنا اتفقنا يا اروى ان من علامات بط ان انت تلاقي لازم كومه قبليها. مش عارفه اخد واحده. طيب فيشرمان. فيشرمان كارلا. فيشرمان الصيادين. كاتش فيش بيبيعوا سمك. سيل ات از ا ماركت بيبيعوا سمك. سوري يصطادوا سمك بيبيعوا السمك. انت عادي سهله. البانكتويشن ما فيش اسهل منها. والبانكتويت سهل. بيقول لايف از جود ان دميتا. قولوا لي مين الكابيتال اللي هنعمله هنا؟ اول كلمه لايف، لتر ال في لايف، وثاني حاجه ودميتا، واخرها لا ودميتا. انا كتبت الكلمه كلها، بتعمل ايه؟ يبقى هنا لازم ده يبقى حرفه كابيتال عشان ده بدايه الجمله، وكلمه دميار دي عشان دي جوفرنريت محافظه، يبقى لازم دي والنقطه في الاخر. اوكي طيب الباراجراف ده هيكون واجب. بيقول لك واتس دميتا فيمس فور. هي دميتا دي مشهوره بايه؟ تاني حاجه هاو از لايف ان دميتا، والحياه في دميتا عامله ايه؟ انا بقعد معاها الحمد لله الباراجراف مثلا 12 دقيقه حاجه كده، نص ساعه. طيب 40 بتقولي هنا ايه؟ بتقول اول حاجه على ستيب نمبر 1 اقراي عشان تعرفي تجاوبي. بيقول ايه؟ ام نهى. انا نهى. اي ليف ان دميتا. انا عايشه في دميتا. The land in Damietta is rich in nutrients. الأرض في دمياط بتكون مليئة بالعناصر الغذائية. The farmers can grow rice, tomatoes, potatoes, wheat, lemons, grapes, and the guavas. المزارعين في دمياط بيقدروا إن هو يزرعوا الرز والطماطم والبطاطس والقمح والليمون والجريبس والعنب والجوافة. Fishermen catch thousands of fish in the sea. الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك من البحر. Cows, goats, and the sheep, الأبقار والماعز والخراف live in Damietta Governorate too. عايشين برضو بيعيشوا في دمياط، محافظة دمياط كمان. Damietta cheese is very famous. الجبنة الدمياطي دي جبنة مشهورة جدا. Life is good in Damietta. الحياة في دمياط جميلة. أوكي؟ okay؟ عندي question وعندي الإجابة عليها. السؤال الأولاني بيقول إيه؟ Do you think the land in Damietta is good for growing crops? وليه؟ وواي؟ قال له yes.
هو جاوب الإجابة الأولى أيوه هي كويسة. طب ليه؟ أعلل. أعلل من الجملة. إحنا ليه الذي قلنا عشان الأرض مليئة أو غنية بالعناصر الغذائية. فقال because it's rich in nutrients. غنية. rich in غنية بي. غنية بي. rich in nutrients. does نوها like living in Damietta why؟ يا هتقولي الأول آه أو لأ وليه؟ فقال لك yes because life is good in Damietta. طيب دلوقتي بقى هنقرأ وهنحل بنفس المنوال دي؟ آه الجزء الثاني بقى الجزء الثاني. آه I'm Judy. I do a lot of sports at school. أنا جودي أنا بأدي تمارين كتير قوي في المدرسة. On the weekend في الأجازة I walk to my grandma's house with my family. بروح لبيت جدتي مع عائلتي. I really like walking. أنا بحب الجري المشي جدا. وهسألك سؤال في الجزئية دي. Because I can talk to my mom and my dad. عشان أنا بتكلم مع ماما وبابا. We can see the different houses and shops. بنقدر ان احنا نشوف العديد من او مختلف البيوت والمحلات. I don't eat candy. انا مش باكل candy. But I like fruit. ولكن انا بحب الفروت. My favorite fruits are bananas and watermelon. الفاكهة المفضلة بالنسبة لي هي البنانة والواترميلون. اوكي؟ اسهل السؤال الاولاني. Is Judy healthy or unhealthy؟ السؤال الاولاني. هي جودي healthy ولا unhealthy؟ لا healthy. Why؟ ليه؟ بصي هنا عشان تعرفي تجيبي لي الإجابة الصحيحة. ها؟ يبقى أنت قلتي إن هي healthy. آه. ليه بقى؟ عشان إيه؟ عشان تكون قولي. هي عرفتي ما أعرفش ليه. أنت عرفتي منين إن هي healthy؟ من القصة. أيوة فين الجزء اللي قال إن هي healthy؟ أو قولي يا كارلا ان هي بتمشي بتحب المشي وبتمشي كتير وان هي بتشرب كولا ان هي مش بتشرب كولا كولا ما انا جبناش صورة كولا ما جبناش صورة السيلفي كولا هنا بتعمل سبورتس ان زي ما طيب اخدتوا بالكم ان هي اول حاجة قالت I do a lot of sports at school دي اول حاجة تمام تاني حاجة هي قالت I don't eat candy but I like fruit دي تنفع ودي تنفع طب السؤال الثاني Do you think Judy likes talking to her mom and dad? هل تعتقد ان جودي بتحب تتكلم مع باباها ومامتها؟ Yes بس كده بس كده خلاص ما قالكيش why ما قالكيش why اوكي طيب هنا بيفكرك بأنت وبيفكرك ببط وعارفين ان أنت بنربط ما بين كلمتين ما بين صفتين ما بين جملتين اما بط بتربطي ما بين جملتين بس وجملتين متناقضتين ولازم يجي قبل بط ايه الكومة اوكي طيب بصي هنا على السنتنس اللي هي learn بصي هنا على السنتنس دي بيقولك ايه I want to go outside it's raining انا عايز اخرج بس دي بتمطر برا وعندي كومة والجملتين عكس بعض عايز يخرج الدنيا بتمطر يبقى هنا ايه بط لا لا ده مش سؤال حد بط اوكي هو اصلا جايب لنا طيب بعد كده she likes fish ورايس ها ادي fish وادي رايس كلمتين يبقى ايه and انت اصلا قلتي انا بحب I want to run my leg hurts But. ايوه انا عايزه اجري الناحيه الثانيه رجليا مكسوره جملتين ايه عكس بعض وفي كومة ولا مفيش كومة يا شيخه مفيش كومة بصي كده في ثلاثة انتوا في ثلاثة شفتيها the chef rice ايه ده اه هنا 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 ده في البريفكس والسفكس ريميت اوكي طيب بص على بعد كده واحنا هو ايه ده يلا بعديها بصي
التسجيل بيطفي. بصي هو 10 دقايق ويقف. بصي يا ستي بيقول لك ذا شيف رايس ريميد يعني عمل صنع مره اخرى. دي ريميد دي اسمها بريفكس تحطيها على الفعل اكنها اعاده المحاوله. زي مثلا بلاي يشغل ريبلاي يعيد التشغيل. عارفين لما مثلا حد يشغل قران او اغاني على التليفون ويقول عليها بلاي طب هو عايز يعيدها ريبلاي ادي الري عملت اعاده اوكي وهكذا تمام. طيب تعالوا هنا نحل الجزء ده. ماشي يبقى هنا كده ري ريد ري ريد اوكي. يبقى انا لما يكون في فعل معين ار اي اي دي ري ار اي بعد كده اكتب ريد تاني ار اي اي دي ماشي. يبقى انا لو في فعل معين عايزه اعيده هحط قبليه ايه ري بس اوكي. مش كده دي حاجه غريبه. يلا يلا اللي بعديها بسرعه. السؤال ده لذيذ جدا اوكي. بيقول لك الجمله الخبريه. بصوا يا جماعه اي جمله بتبتدي بفاعل بعد الفاعل عندي فعل بعد الفاعل عندي مفعول تمام. يبقى اول حاجه السبجكت بعد كده الفيرب بعد كده الاوبجكت. السبجكت يا اسيل بيبقى ايه؟ بيبقى حاجه من اثنين يا اما اسم يا اما ضمير زي I, you, we, they, he, she, and it. يبقى انا كل ما ابص في جمله هركز على الفاعل عشان طالما هبدا جمله عاديه هبص الفاعل ده يا اما الاقيه ضمير يا اما الاقيه اسم. فلو ضمير اكتبه لو اسم هكتبه. مثال بصي على الجمله الاولى made I food some special يبقى فين الفاعل؟ I ثواني. طب فين الفعل؟ فين الحركة اللي حصلت؟ ها؟ made عشان made ده اختصار make الماضي من make. يبقى I made أنا سمعت إيه؟ some special food some special food. some special food ده باقي الجملة some special food. مين انا رقمته؟ ايوه انا برقمه فوق. انا مش قادره اكتب. هو انا المفروض اكتب هنا. طيب رقمي اسيل بعد اذنك ماشي. ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه اربعه خمسه ماشي اسيل وركزي معايا. السؤال الثاني thanks farmers produce many. فين الفاعل؟ الفاعل فين؟ قلنا الفاعل يا اما اسم يا اما ضمير. يبقى ايه؟ فارمرز. هو معلم لك عليه اسيل يا فارمر. طيب والفعل produce يبقى الفعل ايه؟ produce. طيب باقي الجمله ايه؟ many thanks. احسنت يا حور many thanks. طيب اللي بعديها جنات هي اللي هتحللها لوحدها. جنات عند كريز يربي ده فعل وي نحن ان ايجيبت تشيكن. عايز اقول نحن نربي الدجاج في مصر. فين الفاعل يا جنات؟ وي. طب فين الفاعل اللي احنا بنعمله؟ ريز. طيب فين باقي الجمله؟ ان لا تشيكن ان ايجيبت. احسنتي يبقى تشيكن ان ايجيبت. مش خلصت. طيب يلا يا اروى. اروى اي احسنتي ده الفاعل وي دونت ايت ده فعل منفي. ده دونت ايت ده فعل منفي. فعل منفي. فعل منفي. طيب يبقى خلاص اي دونت ايت ما باكلش ايه؟ كاندي. كاندي ده بقى الجمله اللي هو المفعول كاندي. يا اسيل انت حليتي يا اسيل؟ حليتي. انت بتقولي ايه؟ لا ولا لا انا هلسه. يلا يا حور. اي ده الفاعل. فين الفعل يا حور؟ بلاي. بلاي احسنتي. فين باقي الجمله؟ اي بلاي انا بلعب ايه؟ باسكت بول ان ذا بول. احسنتي يا حور. اي بلاي باسكت بول ان ذا بارك. انا عايز بلاي ايه؟ باسكت بول ان ذا بارك. بلعب باسكت بول في الحديقه. ان ذا بارك اوكي. طيب يا ايسر حلت؟ يا جنات حلت؟ حور حلتي؟ انا حلتي. يلا حلي. لا انا ما حلتش. انا ها اي ده الفاعل. احسنتي. والفعل لاف. طب انا بحب ايه؟
الفيديو ليه؟ خلي بالكم بعد love او like لازم يجي فعل عليه ing او اسم. Playing. I love playing. Blank. Video game. Video games. واحد حاجة فور بس. يس ممكن اقول دي؟ ثواني. طيب. يلا اسيل. يلا عندنا every day كل يوم watered يروي he the seeds he احسنتي he يبقى لازم يجي وراها فعل على طول. فين الفعل؟ watered يروي روى خلاص. طيب هو روى ايه يا اسيل؟ سقى ايه؟ سقى مين؟ سقاكي ولا سقى seeds؟ السيدز اللي هي البذور. طيب the seeds every day هو بيسقي ال او بيسقى البذور كل يوم. ايه ده؟ مش فاضل اخر اتنين يعني واحد هيحل زياده. طيب انا ما حلتش ولا مره. يلا يا اسر. be will he emperor the next he will be the next emperor. احسنت يا اسر الشطارة دي يا اسر. ميس اوف هو يعني يمكن ارقمه من ازاي؟ he will be the next emperor. يلا يلا يا يا كارلا. يلا يا كارلا هتبدأي بمين؟ المرة الجاية فيشمان. فيشرمان. كاتش. ثواني فيشرمان ده الفاعل والفعل ايه؟ كاتش اللي هما يصطاد. ها بيصطاد ايه؟ احسنتي thousands of fish. دوري كارل. طيب هنا بقى عايزين نقول جملة أمرية. يعني ايه جملة أمرية؟ يعني هقول لك اعملي كذا ما تعمليش كذا. زي ما اقول لك ايه؟ حل الواجب ما تشربيش مية. يبقى الأمر بالنسبة لك يا إما أمر مثبت يا إما أمر منفي. يا إما بقولك اعملي أو إيه ما تعمليش. طب الجملة الأولى قال لها ما تعمليش don't eat unhealthy food ما تكليش أكل إيه unhealthy. طيب هنا عايز يقول take خد take the seed and the pot. عايز يقول له خد البوت والسيد. يبقى أقول له إيه take the pot and the seed. Take the pot and the seed. Pot. Take the pot and the seed. يا رب نركز. حاضر. هاتي. ادي تيك عشان ده الفعل. Take the pot. And the seed. طيب السؤال الثاني back the plant to bring it to me. عايز اقول له رجع لي البلانت. يبقى اول حاجه ابدا بالفعل اللي هو ايه رجع لي bring. رجع لي ايه اسمها bring back. رجع لي bring back المفروض انت حفظتوها. bring back نعملها كده. حلو bring back ها the plant to me. Bring back the plant to me. طيب ما تشربش كولا. هيا اروى اروى. don't حسنتي don't drink كولا. حسنتي يا اروى. يلا اخر سؤال يا جنات ما تاكليش كاندي يا جنات. I don't eat candy. احسنتي don't eat candy. طيب هنا بيدربنا لو عايزين نسال سؤال ابدأي بأداة الاستفهام بعد كده لازم الفاعل المساعد بعد كده الفاعل والفعل والمفعول. طيب بصي على السؤال الاولاني فين أداة الاستفهام في السؤال الاولاني؟ which معلم لك عليها. طيب ادي which اهي معايا اسيل. طيب الحاجه الثانيه فعل مساعد عندك verb to do في الجمله؟ لا لا ما عندكيش.
ما عنديش verb to do. يبقى عدي verb to do. بعد كده هاتي الفعل. Which food. يبقى انا هسيب الرقم 2 هسيبه هنا. انتوا تعملوا ايه؟ طيب which food comes ايوه from our country. From our country. Which food comes from our country. طيب السؤال اللي بعديه عندي farmers do what produce. اول حاجة عندي اداة استفهام what. عندي فعل مساعد do. عندي do. يبقى what do. فين الفاعل؟ ها farmers. What do farmers. سهلة يا ها do. What do farmers produce. ميس انا هحل اللي بعديها produce. ثواني جنت يبقى what do farmers produce. يا جنت فين أداة الاستفهام؟ في أداة استفهام؟ مفيش بس هبدأ بالفعل المساعد do. Do you do like food. You like do you like ايه؟ healthy. Do you like healthy food. Do you like healthy food. طيب يا آسر is where plant your عايز اقول فين where is your plant. Where is your احسنت your plant. أسيل cry what meal. What meal huh or huh what meal are they having. What meal are they having. أي وجبة هم تناولوها أو بيتناولوها. طيب هنا الparagraphs مكتوبة قدام عينك اهي عشان لو حبيتي ترجعي لها في اي حاجة. اوكي طيب هي دي الparagraphs. يلا بقى على التست لyour skills. يلا طيب يلا هنا عندنا ليه بالصفحة الايميل طيب بصوا معي بقى وركزوا معي كويس. عندي انا الكمبليت. عندي اول حاجة country يعني دولة. raise يربي. crops محاصيل. grow يزرع. we drink يشرب. اوكي طيب علاء ومام. علاء ومام يا اروى مام. which food comes from our اي اطعام ياتي من which food comes from our country اي طعام ياتي من بلدنا. طيب اسيل قالت له we grow a lot of dash in our country. احنا بنزرع العديد من الايه في الدولة بتاعتنا. بنزرع ايه؟ crops يعني crops محاصيل يعني محاصيل يعني ايه محاصيل؟ يعني بس ماشي طيب لا طيب فقال لها قالت له we grow a lot of crops in our country. علاء قال I think we grow rice in Egypt. قالت له yes that's right. We dash tomatoes and onions too. احسنتي grow. احنا كمان بنزرع الطماطم والبصل هنا. احسنتي اسر. طيب قالت له what else ايه تاني؟ قالت له we also dash chicken in Egypt. الفراخ والابقار بنعمل فيها ايه؟ raise بنربي. يلا put the words in the correct orders to make sentences. okay يلا يا آسر عندي crops we Egypt grow many in. عايز اقول نحن نزرع العديد من المحاصيل في مصر. we grow سويني كده we grow many crops in Egypt. Many crops. We grow. حتى ما من إيه. أحسنت. يبقى الفعل والفعل. الفعل we grow. We grow ده الفعل. We grow. مرتبي. We grow many crops. العديد من المحاصيل in Egypt في مصر. Okay.
we grow many crops. Many crops in Egypt. طيب governorate محافظة دمياط دمياط أكيد أقول محافظة دمياط very as a beautiful عايز أقول محافظة دمياط جميلة أو دمياط محافظة جميلة مين يعرف يحلها مين الشاطر اللي يعرف يحلها قول دمياط دمياط is a very beautiful governorate أحسنت يبقى أقول دمياط is a very beautiful govern is a very beautiful is a very beautiful governorate a govern اخر واحده اسهلها دمياط is a very beautiful governorate بس يلا يا حور my favorite fruits are bananas احسنت يا حور my favorite fruits are بانانس اوكي طيب بصوا معايا بقى مفيش اسهل من الايميل ممكن تسالوني بقى عشان يفهموا كمان طيب طيب بصوا الايميل بيبقى حاجه عندنا تو الى وفروم هو اللي بعت زي ما اقول مثلا الى مثلا مين الى كارلا مين اللي بعت لها بسمه طيب بسمه عايزه تبعت لكارلا ايميل يبقى تو مين المرسل اليه كارلا مين الراسل بسمه اوكي يبقى تو الى الراسل الى المرسل اليه تمام اللي انا هبعت له ايميل اما فروم اللي هو الشخص نفسه اللي بيكتب الايميل اوكي والسبجكت الموضوع انت هتتكلمي عن ايه طب تعالي نقرا الايميل كده وركزي في كل حاجه عشان هسال سؤال دلوقتي بيقول ايه احنا فين يا جنات طيب write an email about 24 words about Egypt Egyptian food to your friend Yasser يعني انا عايز اكتب ايميل لمين ياسر يبقى في التو هيكون عندي مين ياسر الايميل بتاع ياسر اوكي طيب راح قال لي ايه your name is حاتم يبقى ايميل حاتم هيتحط فين في الفروم عشان حاتم الراسل اما المرسل اليه هو مين ياسر انا كتبت يبقى انا في تو يبقى انا في تو هكتب الايميل بتاع ياسر ايميل ياسر اسمه ايه your friend's email is yasser@gmail.com يبقى انا هكتب هنا كده ياسر @gmail.com مين الراسل انا اسمي ايه اسمي حاتم وانا ايميلي اسمه حاتم @gmail.com لغايه هنا وقفنا في حاجه في صعب لا انا بس عايز اعرف مين اللي هيرسل ومين اللي هيستقبل اللي هيرسل انا اللي هو حاتم واللي هيستقبل مني اللي هو ياسر اوكي ميس هي مش عايزه اجربها ايه عاملها مثلا حرف الايه يبقى عندي السبجكت هو كاتب لي ايجيبشن فود الطعام المصري انا كتبت يعني انا عندي لازم اجيب شامبو هو لازم طالما قال لك اكتب عن كذا لازم تكتب عن كذا طيب انا لو كتبت حاجه من انا عايزه اكتب حاجه من لا هو في الامتحان هيجبرك عن حاجه معينه تكتبي عنها طيب اول لاين بتلاقيه نص اللاين كده نص اللاين ليه هتكتبي عزيزي ياسر صديقي ياسر dear وكما dear عزيزي ياسر دي اي ار تحط كده نعمل كوما ايوه ياسر ونكمل اكتبي ياسر حاضر يا ميس حاضر
دير ياسر، عزيزي ياسر، تمام؟ الجملة الافتتاحية هتقولي ايه؟ I hope، انا اتمنى. H-O-P-E This email، اتمنى هذه الرسالة البريدية finds you well، ان توصل لك يعني وانت بحالة جيدة. اوكي مش بعد ذس ايميل بعد ايميل I hope this email finds you well. مش شربتيش من الماء اللي هنا دي؟ ايميل ايه؟ finds you well. صلاة النبي على النكش الفراخ بتاعك تحفة. حسن خطك شوية، انت شاطر بس انت عايز خطك يتحسن. F I N D S. تحتيها هي كلمة بس بسيطة، وبعدين ناخد نزلنا. طيب عايز اقول له انا بكتب لك عن الاكل المصري. ها انا اكتب ايه اللي بعد ايميل finds you well. اف اي ان. طيب عايز اقول له ايه؟ I'm writing to you about Egyptian food. انا بكتب لك عن I'm writing to you دي سبتة. ماشي؟ اه ثواني اسف كده عايز اشوف. تقول عندي بالضبط. ما انت فضلك او انا برضه. انا فاضل لي شطرين ونص. انا قلت نفس الكلام. انا فاضل لي ثلاث شطور. انا فاضل لي يعني فاضل لي ثلاث سطور. طيب يلا يلا بقى نكتب جملتين. يلا بقى كده بسرعه. كتبنا دلوقتي قدام عينك اهو، اقرا. فارمرز، انتوا بتفرجوا على الفيديو بعدين ماشي. فارمرز جرو بوتيتوز توميتوز اند اونينز. اوكي طيب ظبطوا كتبت اند. لا طالما انت عندك تعدد قولي كوما كوما، وفي الاخر مع اخر واحده قولي اند. اوكي طيب بعد كده عايز اقول مثلا المزارعين بيربوا، الفارمرز دول بيربوا مثلا فراخ وابقار في مصر. هقول فارمرز، فارمرز ريز تشيكنز، مش عايزه صوت، تشيكنز كما كاوز اند شيب تو. فارمرز ايه بقى؟ raise بيربوا chickens والcows والsheep too والابقار والخراف برضو. طيب اخر جمله هنقول مثلا ان الطعام المصري لذيذ وفي نفس الوقت صحي. مثلا هنقول Egyptian Egyptian. Egyptian food is، الطعام المصري is delicious. أو اكتب يامي، is yummy. اكتب يامي. And healthy. خلصنا الايميل. يامي and delicious and healthy. 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 واخر ايوه طبعا delicious هي يامي. واخر حاجة بقى تقولي انتي. تختمي باسمك انتي. انتي اسمك ايه؟ لا ما اسمكيش كارلا، اسمك حاتم. لا ياسر صح؟ مش انت بدأتي بدير ياسر؟ عزيزي ياسر، يبقى تختمي باسمك انت. يبقى اقول في الاخر ايه مثلا؟ بصي في حاجه اسمها يورز، يورز يعني المخلص ليك، فتقولي يورز وكما وانزلي لتحت واكتبي حاتم. طيب تعالوا كده اتفرجوا على الايميل اللي انا كاتباه. طيب انا دلوقتي بقى بسرعه نعمل ريفيو على يونت 1. يس القديم احفظه. ريفيو على يونت 1 يلا. grapes grapes chicken chicken
rice, rice. Onions, onion. Wheelchair, wheelchair. Bananas, bananas. Competition, competition. Watermelon, watermelon. Mangoes, mangoes. When, when. Desert, desert. Emperor, emperor. Palace, palace. Honest, honest. الفونكس كان جايب لنا الشورت A و I و O, وكان جايب لي اللونج A و I و O. انا عارفه في الشورت الاي صوتها A والاي صوتها E والO صوتها O, اما في اللونج الحرف صوته هو اسمه. يبقى انا عندي هنا bag, mix, mom, cake, rice, nose. طيب في اللانجوج الجرامر اللي احنا اخدناه خدنا and و but, وافتكرنا ان and بتربط ما بين كلمتين صفتين جملتين, اما بات بتربط ما بين جملتين بس وجملتين ايه متناقضتين, ولازم يجي قبل بات ايه كوما. اوكي طيب زي ما يقولك ايه I eat vegetables and I exercise. يبقى انا عندي فيه جملة I eat vegetables والجملة التانية I exercise. اوكي الناحية التانية I love burgers but I only eat one a week. انا بحب البرجرز بس باكله مره واحده في الاسبوع. خدنا حاجه اسمها بريفكس ار اي, خدنا بريفكس ار اي وقلنا لما بنستخدمه قبل اي فعل يبقى اكنه ايه بعيد, زي دو ريدو, ها ميك ريميك, بينت ريبينت. اوكي نقلب. طيب يلا اقلبوا, يلا لسنن. The land in the Mitta Governorate is rich in nutrients. It's good for growing crops. Farmers grow rice, potatoes, and wheat. يبقى هو قال rice و potatoes و wheat. Fishermen, wheat القمح. Fishermen catch thousands of fish. In the Mitta, there are goats, cows, and sheep too. افتحوا الكتاب. نسأل سؤال. Question number one. يا كارلا. سؤال بقى ده متكرر كتير بقى, عايزين ناس شاطرة. بس هو كل ده حل أسير, ممكن ما مش عايزة كلام نيوترينت. ماشي السؤال الأولاني The land in the Mitta Governorate is rich in nutrients. Question number two يا آسر The land is for growing crops. Good for, صالحة لي. Dash catch 1000 of fish. مين اللي بيصطاد العديد من الأسماك ايوه fishermen. جنة in the Mitta there are dash with cows or sheep. يبقى انا عايزة حيوانات المزرعة. ايه تاني؟ goats. احسنتي. يلا يا سما. goat يعني معز. جنة يا سما our house is so old. البيت بتاعنا is so old. we need to dash it. احنا محتاجين نعمل فيه ايه تاني؟ repaint. احسنتي نعيد لو اروى. we use dash to make sugar. بنجيب السكر منين؟ sugar cane. حور lunch is dash. mom made some special food for us. ready. okay جنات I like chocolate but it's انا بحب الشوكولاته ولكن ها ولكن ايه ميز دي كده الشوكولاته مالها ميز دي بصي هنا كده ان هيلثي. احسنتي ممتازه. طيب يا آسر عندنا براكتس وعندنا ميك وعندنا فوتبول وعندنا كولا وبلاي. اوكي نمبر 1 I'm in a wheelchair basketball team at a school. We dash 3 times every week. We practice. احسنت بنتمرن. practice. okay يا كارلا I drink dash but I want to drink more water. انا بشرب ايه بس عايز اشرب ميه اكتر؟ كولا. okay I don't dash video games because I'm very busy. يا حور I don't play video games because I'm very busy. okay جنات I play basketball and I play in the park. Football. احسنت يا جنات. طيب اروى تركزي معايا عشان انت هتحلي اول سؤال.
I am Dina. أنا دينا. I'm healthy. أنا أتمتع بصحة جيدة. I do a lot of sports at the club. بعمل تمارين كتير أو في الكلب. I practice tennis 4 times a week. بتدرب تنس كم مرة في الأسبوع؟ 4. I don't like cola. مش بحب الكولا. It's unhealthy. مش صحية خالص. I don't eat candy. مش باكل كاندي الحلويات. But I like fruit. بحب الفواكه. My favorite fruits are bananas and watermelon. الفاكهة المفضلة عندي هي البانانز والواترميلون. Okay? My mom makes an awesome banana milkshake. أمي بتعمل an awesome milkshake. عشان هو يسألك في كلمة awesome. بيقولك يعني إيه كلمة awesome؟ يعني السؤال الأولاني. يعني awesome. دينا does a lot of dash at clubs. دينا بتعمل إيه في الكلابس؟ إيه؟ مش سمع. الإجابة الصحيحة فين؟ Sports. Number 2. آسر. The underlined word awesome means unhealthy. يعني ايه unhealthy؟ يعني awesome. My mom makes an awesome banana milkshake. Oh. Wonderful. عظيم. تحفة. متأخر. Bad يعني سيء. Wonderful. تحفة. Unhealthy. غير صحي. Late. يعني ايه؟ متأخر. طيب. يا كارلا ليه مش بحبه. يا كارلا summarize the next the text in one sentence. سهله قوي. بص على اول جمله كده وتعرفي. انا المفروض نعمل ايه؟ دينا is healthy. I do دينا is healthy. ممكن تلخصيها في دينا is healthy بس كده. ميسي فين دينا is healthy؟ اكتبيها انت الجمله. بس بدل ما تقولي I am قولي دينا عشان انت بتتكلمي عن نفسك بتتكلمي على دينا. فنقول دينا is healthy. Okay, Dina is healthy. السؤال الثالث لسما. What are Dina's favorite fruits? What are Dina's favorite fruits? ايه الفاكهة المفضلة بالنسبة لدينا؟ ها؟ البنانا والوترميلون. شطورة. احسنتي. برافو عليكي. هي my favorite fruits are bananas and watermelon. ممتازين. ممتازين. يلا اخر سؤال هنحله مع بعض. عايزه اشوف اهو هنا ماي فيفرت. حد فين تغير؟ ايوه هنا كده. الحمد لله. يلا هنا عايزين نربط ما بين اند وبات. ماشي. طيب السؤال الاول لجنات. جنات I like oranges, apples, bananas. بات and and انا بحب البرتقال والتفاح والموز. يلا يا كارلا. I want to eat pizza, it's not healthy. برافو عليك. جملتين متناقضتين تماما وفي كوما. ممكن ميس. My mom dad are teachers. ها and احسنتي. امي وابي معلمين. يا اروى. محمد wants to climb a mountain. It's not easy. عايزة تسلق الجبل الناحية التانية مش سهل. ها؟ but. تنسيش بقى تكتبي انت الجملة الكومة وتكتبي but. It's not easy. ده البونكتويشن. قلنا أول حاجة هنحط الاي كابيتال. وهنا مفيش أي اسم علم غير كلمة ايجيبت ومكتوبة وفي الآخر حطي النقطة بتاعتك. عملتها. لي I think we grow rice in Egypt. ماشي خلاص. بس والنقطة في الآخر. يعني ده في الباراجراف ده بقى الإجابة بتاعتكم. واجب؟ بس ممكن